مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقتنا لليوم من برنامج جذور مقدسية اللي راح نتعرف خلالها احنا وياكم على قرية عسلين المهجرة. هذه القرية الواقعة في الجهة الغربية من مدينة القدس واللي هجر اهلها في نكبة 1948. تعالوا معنا لنتعرف احنا وياكم اكثر على تاريخ هالقرية وألم نكبتها. عسلين هي إحدى القرى المهجرة في مدينة القدس، بتقع على بعد حوالي 21 كيلومتر من مدينة القدس على ارتفاع حوالي 250 متر عن سطح البحر. هذه القرية تعد من القرى الصغيرة في مدينة القدس واللي هجرت في سنة 48 نتيجة الاجتياحات الإسرائيلية اللي حثت لهذه المناطق. طبعا قرية عسلين هي قرية أثارها تعود للفترة الكنعانية. أول نشوء لهاي القرية كان بالفترة الكنعانية باسم أشنع. هلا هاي القرية اللي نشأت بالفترة الكنعانية استمرت طبعا في الوجود، لكن مع الوقت تغير اسمها. بالفترة الرومانية بني فيها دير سمي دير أبو قابوس أو دير شيخ غريب. طبعا اسم مصطلح أبو قابوس يعتقد سكان القرية بأنه هذا هو اسم القائد الكنعاني اللي كان موجود في هاي القرية. طبعا في الفترة الرومانية كانت هي تتبع لبيت جبرين، بحكم انه بيت جبرين كانت احدى المدن العشرة المركزية اللي كانت موجودة بالفترة الرومانية، والقرى يجب ان تتبع لاحدى هاي المدن العشرة. فالمدينة اللي كانت تتبع لها القرية هي مدينة بيت جبرين، وكان اسم القرية بفترة الرومانية اشتاؤول، وهو نفس المصطلح او الاسم اللي اليوم الصهاينة بيستخدموه للتعريف عن المستوطن اللي أقيمت على أرض عسلين بالإضافة لقرية أشوع. بالفترة العثمانية أو في بداية الفترة العثمانية سميت القرية باسم عسليت، وكان حوالي 77 شخص فيها فقط وكانوا بيأدوا الضرائب. لكن في القرن الثامن عشر، وبنعرف القرن الثامن عشر في كل فلسطين كان في عنا أحداث سيئة، في الأغلب كانت أوبئة، وكمان كان في عنا قحط. هذا القحط أدى إنه سكان القرية يهجروها لعدة سنوات. في فترة الهجر اللي صار لقرية عسلين ارتفعت قيمة أو مكانة قرية أشوع بالقرب منها، إن كان من بناء المدرسة لشق الطريق اللي بتوصلها قدس بيافة إلى آخره. هذا الشيء أدى أنه تتوسع أشوع باتجاه عسلين، لكن مع بداية التوسع رجع سكان قرية عسلين للسكن فيها، وأول عائلة من العائلات اللي رجعت للسكن فيها كانت عائلة رضوان. طبعا عائلة رضوان لما رجعت على القرية ما سكنت في البيوت القديمة اللي موجودة عندنا في شرق القرية، بدأوا في عملية بناء جديد في القرية واللي هي في غرب القرية، وامتدوا أكثر باتجاه الغرب وزاد عدد السكان لحد ما وصل بسنة 48 ما يقارب 300 شخص و60 منزل. طبعا القرية بحد ذاتها هي قائمة على حوالي 20 دنم، لكن الأراضي الزراعية التابعة لها بتوصل لأكثر من 2000 دنم، في أغلبها هي أراضي بعلية، لكن أيضا كان في هناك أراضي بساتين اللي بتعتمد على الري والحبوب، وكانت القرية من ناحية اقتصادية وضعها جيد. Thank you.
48 تقريبا ب 17 تموز في 48 وصلت عملية داني اللي انطلقت في اللد واللي قامت باحتلال مطار اللد وقامت بإجراء المذبحة اللي حدثت في اللد. وصلت هاي القوات اللي هي قوات بلماحي واللي كان من ضمنها إسحاق رابين وبن جريون كانوا من ضمن القيادة اللي كانت في هاي العملية، وصلوا لحدود قرية عسلين وقرية أشوع وتم قصفهم بالهاون وتم احتلال القرية في 17 و18 تموز سنة 48 وتم تهجير سكانها. طبعا هذا التهجير فيما بعد فورا أنشأت في سنة 49 إسرائيل المستوطنة على أراضي قرية عسلين وقرية أشوع مع بعضهم البعض، تم أخذ أراضيهم وبناء مستوطنة اللي اسمها أشتاؤول اللي سميت باسم الأسم الكنعاني باسم الروماني لقرية عسلين. طبعا المستوطنة اليوم فيها حوالي 50,000 سكان، وبالإضافة لهيك قامت ما يسمى الصندوق القومي الصهيوني اللي هو بقوم بعملية الاستيلاء على الأراضي وتحويلها لمناطق زراعية بتحويل باقي الأراضي لمناطق زراعية وقاموا بزراعتها، لكن لا تزال البقايا إن كان بقايا دير أبو قدوس أو إن كان بقايا البيوت إن كان الشرقية أو الغربية اللي موجودة في قرية عسلين أو البقايا الكنعانية لا زالت شاهد وموجودة على وجود هاي القرية وعلى عملية التهجير اللي حدثت لسكانها. طبعا سكان هاي القرية انتشروا في عدة مناطق في المخيمات، جزء منهم موجود في المخيمات الفلسطينية والجزء الثاني موجود في المخيمات اللي موجودة في الأردن، وزي ما حكينا من أشهر العائلات عائلة رضوان، عائلة سليمان، عائلة ذيب، كل هاي من العائلات اللي تنتمي لهاي القرية. البداية هي قرية صغيرة، وعملية التهجير اللي تمت لإلها وبناء المستوطنة من سنة 49 وبناء ووضع زراعة فوق هاي المنازل. الصندوق القومي الصهيوني في كل المواقع والقرى الفلسطينية اللي تم تهجيرها بيحاولوا أنه يقوموا بعملية زراعة فوق هذه البيوت إذا لم يتم إزالتها بشكل كامل، وذلك في محاولة لإخفاء أي بقايا من هاي القرى. طبعا ضيف على هيك أنه الموقع بحد ذاته أنه أصبح ضمن داخل مستوطنة، وبنعرف صعوبة الدخول والتصوير بداخل أي مستوطنة من المستوطنات اللي مقامة على الأراضي الفلسطينية، والجزء الثاني من الأراضي هو محول لإشي يتبع للصندوق القومي، فيوجد رفض ومنع لوصول الصحافة أو حتى وصول الفلسطينيين لهاي القرى. بشكل عام الإسرائيليين مش معنيين بأي توثيق بحدث لعملية القرى هاي أو لحتى عمليات المذابح والقصف اللي حدث لهاي القرى. وفي أحد القيادات الصهيونية كتب كتاب كامل عن عملية داني والمذابح اللي حدثت بعملية داني إن كانت في اللد وكيف انطلقت للقرى إن كان عسلين أو أشوع أو غيرها من هاي القرى اللي جميعها تم احتلالها في هاي العملية اللي تميزت بالمذابح اللي حدثت، حتى إنه جزء من هاي المذابح أجري بداخل الجامع في اللد. Thank you.
للأسف مش بس إنه ما بيعرفوا عن ظروف التهجير، في بعض ما بيعرف حتى أسماء هاي القرى. يعني قرية عسلين مثلا من القرى اللي نادر جدا إنه نسمع فيها، عملية التوثيق لإلها قليلة، إن المناهج عندنا لا تحتوي على القدر الكافي من دراسة هاي القرى أو دراسة عمليات التهجير. يعني عملية دانية اللي ذكرناها في المقابلة من العمليات العسكرية الأساسية في عملية التهجير لحثت لمنطقة اللد والرملة وغرب القدس. ما إذا جينا نسأل عنها أغلب الفلسطينيين ما بيعرفوا شو صار فيها، ما بيعرفوا عن المذابح اللي حثت، ما بيعرفوا عن قصف الهاون والقوات اللي دخلت على هاي القرى. لما إحنا بنحكي عن قرية عسلين، لما بنحكي إنه فيها 300 بني آدم، 300 بني آدم شو بدهم يقدروا يعملوا مقابل القصف بالهاون وقصف الطيران والقوات العسكرية اللي موجودة؟ ما بيقدروا إنه يعملوا شيء كثير أو يدافعوا، يدوب إنه يقدروا يهربوا بحياتهم إذا قدروا إنه ينجوا بحياتهم، لأنه غيرهم ما قدر ينجي بحياته. حتى اللي في اللد في خلال عملية داني حكينا إنه لجأوا للجامع، فوق 180 شخص تم ذبحهم في داخل الجامع في هاي العملية. فتاريخ القرى المهجرة شيء أساسي إنه إحنا نعرفه، ونعرف إنه الفلسطينيين ما تركوا قراهم، الفلسطينيين تم تهجيرهم بالقوة بالإجبار بمذابح، مش إنه والله على كيف وهيك حب إنه يطلع ويهاجر، لا مش هيك. ومش انه زي ما بتحاول اسرائيل دائما تصور بانه لا هم تركوا، هم راحوا بارادتهم، لا ما راحوا بارادتهم. انت في عندك هون تهجير قصري اجباري للسكان، وحق هدول الفلسطينيين. يعني اليوم نحكي احنا 1900 شخص تقريبا من قرية عسلين، اصولهم ترجع لقرية عسلين، موجودين في الشتات. ال 1900 شخص هدول حقهم انه هم يرجعوا لقريتهم، وليس حق ال 50,000 مستوطن اللي قاعدين في اراضيهم. التعرف على القرى ليس بالأمر الصعب. بداية في عنا العديد من الكتب اللي بتحكي في الموضوع، في عنا اليوم الانترنت اللي بيسهل عملية التعرف على هاي القرى الفلسطينية، لكن مهم انه نبلش مع اولادنا من جيل صغير، مهم انه نعمل برامج للاطفال اللي تخلد في داخلهم هاي القرى، وتأكد على موضوع حق العودة، وتأكد على معرفتهم بهذا التاريخ وارتباطهم فيه. الطالب يجب أن يعرف عن كل قرية فلسطينية، عن كل زكة فلسطينية، عن كل شارع، عن كل حارة، عن كل معلم تاريخي وطني يربطه في فلسطين، ليس فقط المعالم الأساسية كالمسجد الأقصى ومسجد والكنيسة القيامة والبلد القديم وأسوارها، بل على كل تفصيلية من التفصيليات يجب أن تكون في ذاكرة كل طالب فلسطيني، لأنها دليل على وجودنا الفلسطيني وهي تاريخنا الفلسطيني. هذه الكرة الفلسطينية المدمرة والمهجرة بفعل الاحتلال، أراد الاحتلال أن يزيل كل المعالم التاريخية للقرية، كل الأدلة والعلامات الشاهدة على الوجود الفلسطيني والعربي والإسلامي في هذه القرية، فهو هدم المساجد، هدم البيوت، هدم كل مساحة، وهدم حجارة هذه القرية حتى تزول من الذاكرة، لأن شعار الاحتلال الكبار يموتون والصغار ينسون، ولكن علينا أن نوثق توثيقا شفويا هذه الكرة، وأن ننقل معالمها وأن نصورها للأطفال وللطلاب حتى تبقى في ذاكرتهم، وحتى نمانع كل محاولات الاحتلال بأن الأطفال ينسون، بل على الأطفال أن يتذكروا ويتذكروا ويبقوا متذكرين، وينقلوا الذكرى وينقلوا المعرفة والثقافة جيلا بعد جيل، حتى نستطيع أن نطالب ونعود إلى قرانا الأصلية، وحتى نحرر فلسطين بإذن الله في يوم من الأيام. المعرفة يجب أن لا تكون تقليدية، يجب المعرفة أن لا تكون تقليدية بتاتا، بل المعرفة يجب أن تكون باستخدام التكنولوجيا، وأيضا بتسيير الرحلات والمسارات التاريخية إلى القرى المهجرة. فالمعلم هنا لا يقصر، يقدم معلومات تاريخية
نظرية، ولكن سرعان ما تذهب من الذاكرة. يجب أن يرتبط الطفل أو الطالب بالقرية نفسها بمعالمها، ينفذ فعاليات ثقافية داخل هذه القرية، مثل ما شفنا دبكات شعبية، أهازيج، احتفالات داخل القرية، أن يتعرف على نباتاتها، على حجارها، على مآذنها، يتفاعل مع القرية وينتمي إليها فلا ينسى. أما إذا كان النقاش والتعليم نظري هنا المشكلة، فبالتالي نحن نطالب بتعليم يرتبط في مسارات تاريخية وبرنامج توعية في أهمية المنهاج الفلسطيني، وتحديدا موضوع الكرة المدمرة والمهجرة يجب أن تكون حاضرة في برامج التربية والتعليم بإذن الله. بالنسبة للموضوع اللي هو كمان المسارات الذي تصرح بها وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، هي المسارات مثل المتحف الإسرائيلي والتاريخ الإسرائيلي المزور، بيكون مدعوم من وزارة التربية والتعليم. نعم نحن نحاول أن نحارب هاي الشغلة، ولكن ما بلاد حيلة، بما أن هذه المدارس هي تابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، يرفضون دائما المسارات التي نقترحها دائما، اللي هي مثل القرى الفلسطينية المهجرة والمسارات مثل قصر هشام في أريح وجه، بحجة أنه خارج النطاق الأمن وغير مسموح فيه لطلاب الفلسطينيين المقدسيين الذين يدرسون في المدارس الإسرائيلية. ومع الأسف كمان أنه الكثير من المدارس الخاصة في القدس التي مسجلة تحت وزارة التربية والتعليم وتأخذ الدعم من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، أيضا بدأت بأخذ الطلاب إلى مسارات ليست فلسطينية، بحجة أنهم لا يسمح لهم بأخذهم إلى مناطق فلسطينية، لا يوجد تأمين يغطي الطالب. المدارس التابعة للسلطة مع الاحترام لهم جميعا ولمدرائهم ومعلمهم، نعم يثقفون طلابنا المقدسيون في التاريخ الفلسطيني ويأخذون المسارات الفلسطينية من نابلس وأريحة والقرى المهجرة والقدس والأقصى والكنائس، كنيسة القيامة وتاريخها وبيت لحم. وهذا نشكر جهود مدارسنا في السلطة، مدارس السلطة الفلسطينية الموجودة في القدس. بالنسبة للمعاناة، هي طبعا المعاناة انهم هدول ما في بعض المدارس ترفض ان تأخذ دعم من الوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، فنعم هناك ضغط شديد عليهم من قبل وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية.